وصفة أقوى من البوتوكس، راح يشد لك البشرة شد عجيب، راح يرجعك 20 سنة ورا. عندنا هنا ملعقة طعام من بذور الكتان، ملعقة طعام من الرز، يفضل الرز المصري بس ما توفر عندي، 2 كوب من الماء. نحط كل المكونات على النار ونخلطها لحد ما ينشف الموية ويبقى موية قليلة فيها. بعد كذا نخلطها بالخلاط ونحطها بشاش، بس ما توفر عندي الشاش، حطيتها بالمصفاة، ونحاول نضغط عليها ونصفيها. بعد ما طلعنا المادة الجل منها، نحط فوقها 2 كبسولات من فيتامين إي أو فيتامين، نص ملعقة من فيتامين إي، ملعقة من زيت لبان الذكر، وملعقة وسط من الصبار. نخلط المكونات كلها مع بعض، يحفظ بالثلاجة، يدهن فيها البشرة ليلا ثم يغسل صباحا. النتيجة راح تشوفينها من ثالث يوم، تحسين انه البشرة مشدودة معك، والبشرة زي البيبي، جدا جدا روعة. هالماسك الكل انصح الكل انه يجربه. اذكروا الله بالتعليقات، وصلوا على رسول الله، واللي ما اشترك في قناتي على اليوتيوب يشترك في قناتي على اليوتيوب ويفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.